السلام عليكم ورحمة الله بهالفيديو رح ناخذ درس الرياضيات للصف الأول ماتيماتيك برينجا وصلنا المرة الماضية عن درس تشوزيليم تشوزيليم رينيليم يعني حل وتعلم و... بدنا نحل مسائل فيما بعد رح يسمونها يعني مسألة مشكلة مسألة بدنا نتعلم شلون نحل المسائل لكن مسائل سهلة سهلة كتير بالنسبة لأنه صف أول رح تكون سهلة كتير Yani mesela لو ببلش من هون. ağaç, ağaç dal, dal, gusun. dal gusun. ağaç dalında yani gusun şجرة, على غusun şجرة. kuş, kuş, var kuş, asfur. Kam kuş عندي? 1 2 3 4 beş, 6. Yani kam kam kuş عندي? عندي altı kuş. Ağaç alına, a, dalına iki kuş daha konarsa كون يهبط يهبط يعني العصفور كان طاير بالسماء بعدين نزل ووقف على الغصن هذا هبط على الغصن هذا كونارسا يعني اذا 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 بيجي اس عصفورين يوقفوا على الغصن هذا اغاش ضل ازرين دي فراق كوش اونر راح يصير معانا كذا عصفور حاليا هن كم واحد آلط طيب هن الت واذا يجي هسه بيجي معهم اثنين 2 2 كوش دها 6 و 2 6 بعقله 2 بايدي 6 يدي 8 اذا ايش قد 8 اذا ايش قد الجواب هون 8 بهذه الطريقه هاي حلينا المساله توقع ان شاء الله تعالى سالي شوفوا هذا اسم اسم بيريني بيري. بيرينين فراغ تاني رينجلي كالمي فار اقلام تلوين كم قلم عندها بير 2 3 4 5 6 اذا ايش قد عندها altı tane uh, renkli kalemi var. Berine 3 kalemde annesi ve veri e, ve, ve rirse ida e umma bta'tiha 3 tane keman den hi inda 6 u umma bda ta'tiha 3 ش خب Üç, altı, 3 6 7 6 عفوا 7 8 9 خب يصير 9 Berinin 9 قلمي أولو راح يصير عندها دقوس قلمي هون ديري دي. ديري ديري النهر ديري دي في النهر فراغ كرباغا فار كم كرباغا عندي كرباغا ضفدع بير إيكي إيش دورت بيش أعطي يدي سكيز معد متأكد مرة تاني سكيز كتير عم ترجف الكاميرا ما عن السبب تمام إن شاء الله تعالى يكون مش الحالة 1 2 3 4 5 6 7 8 اذا شقد عندي 8 هناره 4 قرباغه دها كتلرسا كتلرسا بيشاركوهم يعني يعني اذا لسه في 4 ثانيين ييجوا بيشاركوهم بيشاركوهم قاعدين عم يتشمسوا يعني هيك ايش قد بيصيروا اذا هن شقد هن 8 شقد بده يجي هون بده 4 8 بعقلك 4 بايدك 9 10 11 12 ايش قد بيصير عندها بصير عندنا بصيروا كم ضفضع بصيروا 12 den de 12 kurbağa olur. Hon, otobark. Otobark, el mevkif siyarat hada. Faraq, araba var. Kam araba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eden 10. 10 araba var. Otobarka 5 araba daha gelirse, ide es 5 araba, eden henni şikayet, 10. وبدي جيهم بيش، شخبص يرو، أوم بيش، برافو عليكم، أوم بيش شخبص هم باش بيش عربة أور، بيش عربه أولر طيب. ياندكي، ياندكي هون الج- الج- بالجانب، حد يعني الحدو، حدة، الصورة الحدة، ياندكي صنفتا، الصف اللي حدنا هاد، فراغ أورنجي فار. Kem öğrenciyendi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eden yani kem öğrenciyendi? 15. 15 öğrenci var. Öğrenci taban talip. Onlara 5 öğrenci daha katılırsaydı, ise bir şarkuhun 5 tolap, vücül andum, 5 tolap. Eden, henni 15. Bu şarkuhun bir vücül andum 15 ve 5, 20. Bravo, 15, 20. اذا صنفته في الصف يرمي أورينجي اولو راح يصير عندنا يرمي أورينجي نجي لهون اخر صفحه اتوقع تيلر دي اون كوش فار التيل التيل, التيل ال 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 الشريط هذا الشرطان الكهرباء او اي شريط اي شريط الباطون كمان هذا الناعم كمان بقولوا تيل تيلر دي في على الشرطان 10 kuş var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi 10, 10. Tamam 10 kuş var. Tellere 3 kuş daha kon, konduğunda kaç kuş olur? İde e ise bir cötleti hedol. Bediyeci kemen yıhvotu. Yuvakfa ala hal şartan hay. Kaç kuş olur? 10, hani 10 artı 3 bir 13. Tamam. هون عم يقول لي اعمل مسألة مثل هي منقول له مثلا دو غا دا دو غا طبيعة دو غا دا في الطبيعة كم كم أرنب هدول عندي آه كم أرنب هدول عندي مثلا عندي خلينا نشوف كم واحد كانوا كم واحد بدي يجي لعندهم فرضان <applause>

tavşan daha gelirse gelirse se av katılırsa mesela e kaç kaç tavşan olur hatta soru işareti mi mesela şart efendim. tamam kem kem, kem طوشان بصيرو. اذا اجا هون اثنين كم طوشان بصيرو منقول 3 ارت 5 اشتر كم واحد بش هون بلال بلا يديه كتاب فار بلال عنده يدي كتاب بابا سي اونا كتاب هدية يعني أبوه عطاه اربع كتب هدية هو عنده يدي وابو عطاه أربعة شخط صار عندو هون بير حط يدي بعقلك حط دورت بيدك عدون مع بعض باران أني سيني أنجي دورت بياز سونرا ألت كرمزي جول هدية إتي اه باران عطت لأمة هدية ورود تمام اه أول شي عطتها ألت أول شي عطتها دورت أربعة ورود بيضة بيض وبعدين عطتها ألت وردي حمرا كم وردي صارو 4 6 اشتر 4 6 حط دائما الكبير بعقلك مشان ما... ما يصير صعب عليك حط ال 6 بعقلك و 4 بيدك 6 7 8 9 10 اذا كم وردي صارو 10 اخر وحدي هون ابراهيمين اكفاريومون ده يوم, دا. أكبر يوم... يوم أه... حوض السمك حوض السمك البلور 10 باليغي وار بياننا 10 باليق تمام 10 سمكات باباسه 4 باليق باليق دها aldı ابو كمان اشترا 4 سمكات ابراهيمين كاش باليغي oldu ايش كان عنده كان عنده 10 ابوه شجبلوا جبلوا 4 بنعمل لهم طبلما 10 و 4 14 تمام then 14 4 بهذه الطريقه هاي بيكون خلص عنا هذا الدرس كمان ان شاء الله تعالى يكون فهمتوا علي ربي يحميكم ويفكرون جميعا والسلام عليكم ورحمه الله